من العاصمة الأردنية عمان، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وخاصة جدا من أنت ومالك. نلتقي اليوم مع واحد من أبرز رواد الأعمال عربيا وعالميا، بدأ مشواره من الفكرة ليصل بها إلى الإمبراطورية، وانتقل من اللاجئ إلى قائد المحاسبة العربية. ضيفنا اليوم هو السيد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الدولي في الاقتصاد ورئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وهي أكبر شركة في العالم للملكية الفكرية والعلامة التجارية. دكتور أهلا بك. شكرا لك. صدرت سلسلة باسم سر المجد رجل من بلدي لتروي قصة حياتك ومسيرتك المهنية، فما هو سر المجد باعتقادك؟ ما هي التركيبة السحرية اللي إذا مزجتها مع بعض تصل بها إلى المجد؟ أنا عندما أخاطب أبنائي في الجامعات، وطلب مني ذلك عندما كرمتني الجامعة الأمريكية اللبنانية مثلا بشهادة الدكتوراه الفخرية، طلب مني أني أعطي وصفة للنجاح للطلبة، واللي أنا استندت لها في حياتي. أولا السعادة. ما بتقدر تنجح إذا أنت مش سعيد. أنا ما شفت إنسان حقق إنجاز هو حزين ومحبط. في تعريف خاص للسعادة؟ السعادة قرار، تعريفها أنه أنت تقرر تكون سعيد. تعريف السعادة أني أنا أقول أنا إنسان أود أن أكون سعيد، أي راضي بوضعي وبرضا مطلق، مش أنه والله لا حول ولا أنا هيك أنا فقير. لا، الفقر نعمة. مين قال أنه الفقر صعب؟ أنا عشت على سندويشة زعتر أطفو من الجبل، بري زعتر بري بقلب الخبزة ورش على الملح وأخذ سندويشة غدا. الحمد لله صحتي أحسن من اللي بيأكل كل يوم ما شاء الله ماكدونالد هالقد ارتفاعها وسمكها ما شاء الله. فبالتالي القرار أنت تقرر أنك سعيد بكل ما هو وضعك أولا. ثانيا المحبة. المحب بياخد طاقة، اللي يكره هو اللي يدفع الثمن. الإنسان اللي يكره بيبقى عم بيحرق نفسه، اللي بيكره واحد تاني. وأنا أحب كل الدنيا باستثناء عدو واحد هو العدو الصهيوني، غير عن هيك ما عندي عدو في الدنيا. من يكرهني أحبه لأنه بعتبره عم بيأدي لي خدمة مجانية، لأنه قاعد يراقبني ليقول لي أنت إذا غلطت أنا بدي أنقض عليك، أوديتور شغال، فبمنعني من الخطأ، بيجبرني على النجاح. فإذا المحبة والسعادة، بعدها العمل. كلما عملت كلما ازدادت طاقتك على العمل، بغض النظر عن كل ما يحكوه الناس من كذب، وهو بسميه كفر حتى، اللي بقول لك ريح عينيك من القراءة، كلما استعملت عينيك كلما كانت أفضل. ريح عقلك كلما استعملته، إذا ما لم تستعمل عقلك تموت الخلايا. في عنا فكرة خاطئة وبقول لك ريح فكرك استريح كذا، هذه وصفة جريمة. فأنا تعلمت، وربما لأنني كنت مضطر أن أعمل على الأقل 18 ساعة في اليوم على الأقل، هذا أعطاني حظ كبير بأنه كل خلايا جسمي نضجت واستمرت في النمو بدل أن تموت. عندما تعطل يدك بتموت. وكذلك أنا بقول ممنوع التقاعد. أنا كلمة متقاعد معناها ما فيش باللغة العربية كلمة متقاعد. أعطيني تصريف لها. قاعدة. لا. يعني توقف عن العمل. لا مت وأنت قاعد. هي كلمتين. هي مش كلمة. ليس في اللغة العربية كلمة متقاعد. هي كلمتين مدموجتين. معناها موت وأنت قاعد. موت متقاعد. متقاعد. متقاعدا. لا. إذا لدينا مصطلح جديد الآن. المتقاعد هو يعني عبارة عن أمر متقاعدا. أمر بأن موت وأنت قاعد. لذلك أنا ما بدي أموت وأنا قاعد. ولذلك أنا مش معناته أنه تستمر أنت بنفس العمل. غير عملك بس ما تقعد. تركت شغلك ألف كتب. ما بتعرف تألف كتب اعمل اكتب مقالات. ما بتعرف تعمل مقالات ازرع في البيت. اعمل عمل. لا تقعد. الجلوس هو موت موت حتمي بطيء وقد يكون سريع. ولاحظ انت كل من ترى اذا ترك عمله بتلاقيه مع الوقت ينهار مباشرة. انت دكتور من الجميل أن نغوص بالذكريات، خصوصا عندما نتكلم مع قامة مثل حضرتك، ذكريات الماضي. وأنا أعلم أنه ذكرياتك في يافا كانت ذكريات جميلة، وفي نفس الوقت كان لها أثر
على مسيرتك المهنية لأنه كونت جزء من الشخصية؟ أنا من الفترة اللي قضيتها في يافا هي 10 سنوات الأولى من حياتي فقط، يعني كان عمري 10 سنين لما أصبحت لاجئا. نعم. وألقيت على باخرة شحن مع أهلي والدي ووالدتي، وشفنا أشكال الموت والعذاب إلى أن نزلنا على الشاطئ في لبنان. ما أذكره في يافا يمكن صدفة، والدي وكان اسمه الحاج توفيق أبو غزالي وهو رجل مؤمن والحمد لله، قرر ما أدري لماذا أنه يكون تدريسنا في مدارس البروتستانتية الأرثوذكسية عفوا في لبنان، فحطنا في مدرسة أرثوذكسية. كانت تجربة رائعة لأني صار لي الحظ أن أدرس وأتعلم الثقافة المسيحية والثقافة الإسلامية وما هو مشترك بينهما، وبنفس الوقت التركيز في الثقافة المسيحية على المحبة اللي كنا عم نحكي عنها. يعني في أكثر من لك إذا واحد ضربك كف على خدك أعطيه الكف الثاني، إلها معنى، هي مش هيك، أنت يعني أنت تأسر الطرف الآخر بالتسامح بالضبط. بينما في الدين الإسلامي هنالك طبعا ما هو من معايير ومفاهيم رائعة جدا، بس كوني بدأت في هذه المرحلة. ثانيا كان تأثير والدي علي كبير، وهذا موجود في كتاب ألفته إحدى المؤلفات يعني المحترفات عن قصة طلال ابن أديبة، يتكلم فيها عن فترة 10 سنوات باختصار. والآن يدرس هذا الكتاب في مدارس في كثير من البلدان، وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية والصينية ليدرس في المدارس. في هاي الفترة والدي كان لم يكتفي بما أدرسه بالمدرسة، كان يدرسني الحياة، يدرسني الخبرة الكفاءة، فكان يأخذني معه في أعماله التجارية، يأخذني معه في زياراته لمزارعنا، يأخذني معه في اجتماعاته يعني ويشرح لي. نعم، هذا كان الانعكاس على الشخصية. هل تعتقد أن الشخصية في يعني شخصية الإنسان في العمر المبكر من سنة إلى 10 سنوات إلى 15 سنة تشكل أثر على مسيرته المهنية على مدار بنيو بنيو، وبالذات ذكرت 15 سنة؟ أنا عندما أصبح عمري 15 سنة، أي بقعد 5 سنوات من اللجوء، جمعنا والدي وإحنا كنا وقتها 13 واحد بين بنات وشباب، وقال لهم يا شباب ويا بنات أنا رجل كبير صرت فوق 90 سنة، هذا والدي، وغير قادر على إدارة شؤونكم، وأنا أكلف طلال بأن يكون مسؤولا عنكم. وكنت أكبرهم؟ علما بأنه 7 منهم كانوا أكبر مني. 7 أكبر منك؟ نعم. وعلما بأن الجميع كان سعيدا وراضيا بهذا القرار، كان تكون عندهم ثقة فيي ومحبة إلي، وهذا بسر المحبة وقوتها، وبمساعدتي لهم في كل شيء وبحنيتي عليهم، إنه كانوا أحسن قرار اتخذ. قالوا إحنا معك بنقدر نحكي، بنفهم، بتفهم علينا. المهم هذا القرار كان نقطة تحول في حياتي، لأني وأنا عمري 15 سنة أصبحت مسؤول عن عائلة، مش مسؤول عن نفسي، أصبحت مسؤول عن عائلة من 13 واحد، بدي أطعميهم، بدي أدفع أجراتهم، بدي ألبسهم، بدي كل شيء، بدي أحل مشاكلهم، ما في أحلى من هالمتعة. فأنا تدربت من عمري 15 سنة على المسؤولية. وإحنا كنا بنحكي اليوم بأحد المحاضرة اللي كنت أنا ألقيها في الجامعة الأردنية عن التحديات اللي بواجهها الناس، ما في أحلى من التحدي. تصور الحياة لو فيش فيها تحديات قديش مملة، إذا كل شيء منيح وكل شيء ماشي شو هالشعور، الشعور الممل شعور. دكتور يعني لطالما هذه الفيصلية تحديدا، لطالما وصفت المحنة بالنعمة، انه كلما مر على الانسان محنة صحية او مالية او كيف تترجم فكرة او كيف تطرح لنا فكرة تحويل المحنة الى نعمة واستخدامها؟ اعطيك مثال من كنا بنحكي عن التعليم. انا كل حياتي لاني ما عندي فلوس
وبالعكس كنت اشتغلت كل شيء. كنت احمل وانا طالب صندوق البوزة على ظهري الايس كريم وادور فيه ابيع بوزة ايس كريم. ترجمت، اشتغلت في سوق الخضار بكل يعني مهن كثير. هذا ناجم هذه الترجمة العملية لفكرة المحنة؟ لا قصدي هذه شو فائدتها علي؟ يعني انا لما كنت مضطر الساعة 5 الصبح انزل على سوق الخضار لأعمل حسابات البياعين من الجملة إلى المفرق، أعطتني أولا أني أصحى بكير، وهذه برضه من الحكم اللي تعلمتها وأوصي فيها الشباب دائما. والدي كان بيقول ربنا يوزع الأرزاق قبل شروق الشمس، واللي بيضلوا نايم بعد ما تشرق الشمس رزقته راحت لواحد تاني. حكمة بسيطة بس علمتني أنه نعمة أن الواحد يستيقظ بكير. فأنا بهالعمر استيقظ بكير قبل شروق الشمس. هذه المحنة اضطراري اني اروح علمتني قديش حلو الواحد يفيق ويشوف الدنيا عم بتنور الصبح. اعطيك مثال الجامعة. لما قررت اني وصلت كل حياتي كانت بمنحة لاني كنت متفوق. طب هاي مش نعمة؟ يعني كوني عندي مشكلة مادية، عندي محنة، نعم عندي مشكلة انه ما عندي فلوس، اجبرتني ان اكون متفوق. طب هي مش نعمة؟ طيب حول المحنة الى نعمة. سؤالي دكتور، هل تعتقد انه في نوع من التقارب او من الاختلاف ما بين المحن امام جيل الشباب الماضي وجيل الشباب الان؟ الان الشباب بيتعرض الى حجم كبير من الضغوطات، مثلا باعتقادي اهمها البطالة، عدم القدرة على ايجاد العمل، مين التحديات اللي بتواجههم. ليس هنالك انسان له الحق ان يدعي البطالة، انا اشعر معه. في باحث عن العمل ما فيش بطالة، في باحث عن العمل. نعم. من ليس عاملا بشركة او بمؤسسة مثل تلفزيون الجزيرة يستطيع أن يدخل دخلا وهو ليس تحت أي مظلة. كيف؟ لأنه الله أعطاه هذا الجيل ما لم يعطيني إياه، اللي هو الإنترنت. أنت من خلال الإنترنت تستطيع أن تشتغل. إحنا أكبر شركة ترجمة في الدنيا، مع أنه ولا مترجم، ما في مترجميننا كلهم سيدات ورجال في بيوتهم، موزعين في العالم، في غزة، في الضفة، في لبنان، في مصر، في السعودية، في كل مكان. نرسل لهم النصوص أونلاين إلكترونيا، بيرسلوا لنا الترجمة إلكترونيا، بنراجعها. عندنا جهاز فقط ليراجع الكواليتي. جهاز أم أشخاص؟ جهاز يراجع الكواليتي. إذا اجتاز الامتحان الكواليتي الترجمة بندفع لهم فلوسهم كمان أونلاين. أنت تستطيع أن تعمل، وعنا مئات من هذول اللي بيشتغلوا معنا أونلاين. يا سيدي التحرير، إحنا عندما نريد أن نحرر ويكتب أي كتاب بده تدقيق لغوي، مثلا تدقيق اللغوي بيقوموا فيه غير موظفين، نبعث لهم إياه أونلاين يدققوا وينقحوا النص. تأليف هنالك، ديزاين، كل ما له علاقة بالإنترنت، ويب سايت ديزاين، ويب سايت ديفلوبمنت، ألعاب الأطفال إلى آخره. أنت تستطيع أن تقعد. كيف أصبحت ياهو قيمتها 150 مليار دولار؟ شابين عاطلين عن العمل كما يقال، وأنا أسميهم باحثين عن العمل، قعدوا يلعبوا على الإنترنت، اخترعوا الياهو. جرسون في أوكرانيا بعد الدوام بدون تمويل ولا دعم ولا رعاية ولا توجيه اخترع نظام، باعه لفيسبوك ب 13 مليار. أصبح الجرسون يملك 13 مليار سريع. بليلة واحدة، وأنت بتستعمله اللي هو الواتساب. في عالم المعرفة أنت تستطيع أن تخترع، أن تصنع، أن تتاجر، أن تبيع، أن تشتري، كله على الإنترنت. إذن عالم المعرفة يقيم الحجة على من يقول أن ليس لديه عمل، وعلى الرغم من وجود المنافسة الشديدة في 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 ظل يعني الانفجار السكاني في العالم. الدكتور طلال أبو غزالة، سعيدين في هذه الفقرة اللي قدمناها. سادة المشاهدين الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود إلى هذا الحوار الشيق، فابقوا
معنا. لأننا نضع صحتكم صوب أعيننا، فإننا لا ندخر جهدا في سبيل ذلك، لأننا نجمع بين الخبرة والكفاءة، فالتميز في خدمتكم هو ما نتوق إليه، لأننا نراعي أدق التفاصيل، فإننا نضع بين أيديكم أحدث التقنيات. مجمع الوحدة الطبية، لأننا نهتم. من جديد أهلا بكم في أنت ومالك، ونواصل الحديث مع ضيفنا الخبير الدولي في الاقتصاد السيد الدكتور طلال أبو غزالة. السيد دكتورنا الفاضل طلال أبو غزالة، لديكم أكثر من 108 مكتب حول العالم. هذه الإمبراطورية كيف بدأت؟ وأريد أن أركز الآن على نقطة أنه كيف بدأت في ظل وجود المنافسة الشرسة في العالم في هذه المهنة تحديدا. بعام 1972 وجدت نفسي بالطريق، لأنه الشركة اللي كنت أعمل فيها قررت طردي أو طلبت مني الاستقالة، لأنني بعد أن رشحت لأكون رئيسا لها، عندما وضعت برنامجي اعترض على كل البرنامج، لأني طلبت أنه كل مسؤول يكون على رأس عمله مش كلهم قاعدين في بيروت، وطلبت أنه نستثمر في تطوير البنية التحتية وتطوير البشر وفي فتح المكاتب الإضافية لنكبر مع العالم. ما عجبهم برنامجي، قال انت عقلك غير عقلنا، اترك. تركت، بدأت من مؤسسة، بدأتها من صندوق السيارة على الرصيف، ما عنديش مكتب. مر صديق قال لي شو عم تعمل؟ قلت له احنا مكتبنا هون. قال لي كيف يعني مكتبك؟ قلت له هل شايف الملفات والكتب والأوراق بصندوق السيارة؟ هذا يقيم الحجة الآن على من يقول ليس لدي مكتب. قعدنا حوالي شهرين منذ بدأنا ونحن ندير عملنا من صندوق السيارة، ولا أحد بيعرف إلا أن هذا الرجل صدفة مر وبيعرفني وشافنا على الرصيف نتجمع أنا وموظفين اللي بدأوا معي وندير العمل. طيب بدأ اسمنا يبرز وبدأنا ننجح. شو حصل؟ تحديات. الأربع شركات كان في وقتها، احنا الآن في شيء اسمه الأربعة الكبار في العالم، أكبر أربع شركات محاسبة في الدنيا، كانوا وقتها ثمانية. نعم. الثمان شركات الكبرى بسمون The Big Eight اجتمعوا وعملوا خلية ضد طلال أبو غزالة، لأنه هذا ظاهرة يريد أن يخلق مؤسسة دولية خارج عن نطاق الأنجلو ساكسون، لأن كل المؤسسات هذيك كانت تابعة للغرب أو لمواقعها ورئاستها في دول غربية. كيف بده يطلع واحد يأخذ يقطع الخط ويعمل هاي المؤسسة؟ طب هذه مشكلة إنه يحاربوني ثمان مؤسسات كبيرة. نعمة، اللي ما كان يعرف مين طلال أبو غزالة صار يعرف من الحرب اللي، ولما أنا بكون خصم للبيج إيت في ليلة وضحاها صرت مهم، لأنه لما يحاربك ثمان شركات كبرى في العالم بكبرك مش بصغرك. فلما كانوا يقولوا لي هدول عم بيعملوا هيك وهيك، قال لهم يا سلام، نعمة من الله، هدول عم بيشتغلوا لنا مجانا. التحدي يصنع النجاح، وما في فشل في الدنيا. أيضا أنا أحد مبادئي أنه ما في شيء اسمه فشل. الفشل عندما تتوقف عن المحاولة، كلما فشلت ابدأ من جديد. هذا يقودني للسؤال التالي دكتور، هل مريت في لحظة شعرت فيها أنه هذه المحنة كسرتك ويعني شعرت أنه هذه هي النهاية؟ يا سيدي العزيز، أنا كنت في الكويت وأنا هنا يجب أن أسجل فضل الكويت علي بغض النظر عن أي شيء، لأنني كنت في الكويت 30 سنة من 60 إلى 90، وصدام حسين احتل الكويت وأنا كنت خارج الكويت، وكنت بحكم جنسيتي من المغضوب عليهم، لم أستطع العودة. كانت الكويت مكتبنا الرئيسي وتشكل 50% من حجم عملنا، كل شيء استولوا عليه، بيتي، مكتبي، حتى بيتي عملوا مركز للبوليس، المكتب عملوا مركز لهم إلى آخره.
تبدو النهاية، تبدو كأنها النهاية، كأنها النهاية. وأغلب الشركات اللي كانت مثلي في الكويت والمؤسسات انتهت، انتقلت إلى عمان هذا البلد الكريم، وأسست فيه مؤسستي. حال ما عندي فلوس، لأنه القانون كان يومها مجلس الأمن أصدر قرارا بالحجز على جميع أموال الكويتيين والمقيمين حتى لا يسيطر عليهم صدام أو نظام صدام حسين. ما عندي شيء ولا شيء. جيت لأحدى المؤسسات التمويلية قلت لهم أنا هاي وضعي، أنا عندي فلوس بالبنك الفلاني في الكويت، وأنا طلال أبو غزالة، وأنا هاي بدي أشتغل. خط قرض بسيط، قرض بسيط ليصرف على الأساسيات. موظفيني قلت لهم ما تستقيلوا، ما تلتحقوا فيه، ما بقدر أصرف عليكم. قال إحنا مؤمنين فيك، ما بدنا ما تعطينا رواتب لحد ما يصير عندك فلوس. قلت لهم مدام هيك أنا لو بدي أقص من لحمي لازم أعطيكم رواتب. وحافظت على رواتبهم وحافظت على إنتاجيتهم، وبدأنا وانطلقنا من هون. أصبح الآن حجمنا 10 أضعاف ما كنا بالكويت، 10 أضعاف. ما في شيء اسمه نهاية، النهاية والفشل عندما تتوقف عن المحاولة. لم ترد عند طلال أبو غزالة لحظة يأس ولا واحدة في حياته، ولا لحظة، ولا يأس. لحظة. حتى أنا كنت وقتها كنا في الصدفة خارج المنطقة في باريس، وأولادي كانوا لسه أولاد، يعني الآن أحفادي تخرجوا، أولادي كانوا في المدرسة، فقالوا لي بابا رح نقدر نكمل الدراسة؟ قلت له شو؟ قال انت شايفينك عم تضحك وبتمزح وكذا، وانت ما عندنا ناكل. لدرجة وقتها بما انه ما عندي فلوس رحت على البنك الوطني، البنك الوطني الكويتي عندي فيه رصيد. قلت له بدي من رصيد. قال محجوز بقرار من مجلس الامن. قلت له شو بدي اعمل؟ بدي نطعم الاولاد وبدي اكل. قال لي روح على المطعم وجيب لي الفاتورة. قلت له عال انا الظهر بروح باخذ الاولاد على المطعم، ناكلنا سندويشة ولا بيتزا، باجي بقول له مستنوا، باجي عندك بعطيك الفاتورة، بتعطيني الفلوس بروح بدفع للمطعم. قال لي ايه؟ قلت له تبع العشاء شو بدي اعمل؟ مسكرين البنك بكون مسكر. صار يضحك. بدي اشوف لك حل للموضوع، انا مش عارف لانه عندي رصيد. بس والله ما كنت عم بحكي معه انا بضحك. قال لي مش شكلك واحد ما عندك فلوس قاعد عم تمزح. بتقول لي شو اعمل على العشاء؟ وين بلاقيك مشان اجيب لك الفاتوره؟ اذا انت عندك ايمان، وانا عندي ايمان، اولا ايمان بنفسي، انا ادرك بان قيمه الانسان اولا تبدا بثقته بنفسه. اللي ما عنده ثقه بنفسه ما بنجح. يعني الدنيا فيها خير. لما كنت بحكي لك عن وقفه بالشارع، عمر صديقي قال لي انا عندي مكتب فاضي استعمل. قلت له ما عندي ادفع اجار. قال لي ما تدفع لحد ما يصير عندك فلوس، في خير بالناس ما في مشكله. هذا تبع البنك الوطني. قال لي والله بدي اعمل لك حل. قلت له شو الحل؟ قال لي بعطيك قرض بكفاله الوديعه تبعيتك. قلت له ممتاز، في خير. الناس عندما يجدوا انه انت شخص ايجابي وصادق. انا لم اجد مشكله في حياتي ما لقيت لها حل بدون استثناء ابدا. لا، لانه الناس خير، الناس طيبين، بس تعرف كيف انت تكون صادق معهم. صدقت وتحبهم، الناس بتحبك والحب معدي. انا اذا انا حبيتك ما بتقدر تكرهني. صدقت صدقت معدي. دكتور في نفس الاطار، اطار المحبه، انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وانت تساعد عامل نظافه، ساعدته وبعدين حضنته للشخص هذا. هذا يقودني لسؤال عن طبيعة علاقتك في موظفينك. ما عنديش موظفين، أنا عندي أبناء وبنات. الله يخلي لك إياه. ما عندي موظفين. كيف هي طبيعة ولا علاقتك؟ علاقة الأبوة. أحكي معهم. أنا الوالد، يعني تكريما إلي بيسموني المعلم لأني بعلمهم كيف الحياة وكيف الشغل. بس أنا علاقتي مع مؤسسة، مع أفراد مؤسستي، أنا الوالد اللي يحميهم يوجههم ويقدر شغلهم. وبالنسبة إلي أصغر عامل
هو أحسن من أحسن وزير، وأنا بقول على الإعلام الآن ويسمعوني كل الوزراء، أصغر عامل هو أحسن من وزير، لأنه الوزير بيقدرش يشتغل شو على العامل ولا بيقبله، وبدون هذا العامل اللي عم بيشتغل أنا ما بقدر أشتغل ولا أعيش، فهو صاحب فضل علي. هل هنالك من نصيحة مباشرة لرواد الأعمال الشباب؟ النصيحة هي أن لا تحاول أن تقلد مشروع ناجح، دائما فكر بما يسميه الأمريكيون the first mover advantage، أن تخطو خطوة إضافية عليه في ناجح، كيف أنجح أكثر مش كيف أنجح مثله، هكذا التميز، التميز في الأداء، لازم تعمل شيء متميز، ساعتها أنت بتحقق النجاح. هذا واحد من 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 الفلسفات اللي عندنا. ثانيا، النجاح أسهل من المحافظة عليه. كثير ناس بفتكر إذا نجح خلص كل شيء تمام، لا، لأنه الدنيا ماشية، إذا أنت وقفت عندك سبقك اللي وراك. النجاح هو أسهل كثيرا من أنك تتفوق، لذلك شعارنا في المؤسسة نعمل بجهد أكبر لنبقى في المقدمة. الناس بوكذا حققنا النجاح ووصلنا خلص، أبدا، إحنا لأنه نجحنا هلأ صارت مشكلتنا أصعب، كيف نحافظ على النجاح، على هذا النجاح الكبير. هذا يعني أيضا بالنسبة للشباب، أنا بقول ما حدا لا يصلح لعمل معين. أنا لما بدأت أشتغل، رحت أشتغل ما لقيتش وظائف، وأنا أحتفظ بشنطة ملابس فيها حوالي 500 رسالة رفض محتفظ فيها لليوم. 500 رسالة رفض من 1000، في 1000 في 500 ما ردوش علي. هذا 500 هذول المحترمين اللي جاوبوني ما فيش فرصة إلك، ما أنت ما عندكش خبرة، نحتفظ بطلبك للوقت المناسب، التعابير المعروفة. لأتذكر دائما إنه مع إنه إجاني 500 رسالة رفض، استطعت أن ألاقي وظيفة بعد 500 رسالة. كيف؟ رحت لشركة اللي أشتغل مجانا، ما عندناش بادجت لنشغلك، قلت له شغلني مجانا إذا أثبتت وصار عندكم بادجت بتخايلني. وبعدين قال لي طب وشو الجنون، كيف تشتغل ببلاش؟ قلت له لا، مش عم بشتغل ببلاش، أنا عم بختزن خبرة، عم باخذ معلومات، عم باخذ قدرة. لما بتمرن عندك صحيح. أنا في شيء اسمه انترنشيب، وأنا هذا من مشاكل سألتني أول سؤال أشياء لم أحققها. أنا أتمنى أن الأمة العربية كلها تستبدل تضيف إلى قوانين العمل قوانين التدرب اللي بيسموها انترنشيب، إنك أنت عم تشتغل لتتدرب وليس بعقد عمل حتى تصبح بعقد عمل. مشكلة شبابنا انه بده من اول يوم بده وظيفة وراتب. لا يا سيدي، طب تدرب محل مجانا، شو الغلط؟ ما انت قاعد في البيت، انت قاعد في البيت او على الشارع او على القهوة، قاعد على الارجيلة عم تشرب، بتقول ما عنديش وظيفة. طيب يا سيدي اشتغل بدل ما تشرب الارجيلة. وهذه حصلت معي اول وظيفة وانا تلميذ شفت اعلان في محل موسيقى بده صبي بياع. قال لي بتعرف شي عن الموسيقى؟ قلت له ابدا. قال كيف بدك تبيع؟ قلت له شغلني شهر بدون راتب، اذا نجحت وبعت واثبتت اني فهمت بالموسيقى بتعيني. رحت درست الموسيقى وتعلقت في حبها الى ان اصبحت رئيس الاوركسترا الاردنيه وكذا وكذا مناصب موسيقيه في العالم بفضل اني كنت مضطر اشتغل اصبي موسيقى، بياع موسيقى. هذه المحنه التي تحولت الى نعمه. بعد الشهر قال لي لا بدي اعينك. نعم. مر سنه تقريبا جاني قال لي خلص ابني راح ياخذ محلك. قلت له خليه معاي، ليش ياخذ محلي؟ قال لي بقدرش ادفع راتبين. قلت له ما تعطيني راتب، بشتغل مجانا، انا كنت اسمع موسيقى واخذ راتب، انا بسمع موسيقى مجانا. قال لي ما دامك مجنون لهالدرجه خليك براتب. اسلوب التعامل مع الموظفين يختلف، امتك بدك وظيفه؟ والله ما حدا بيشغل، ما في بلوك، بطاله. لا يا سيدي، غير نظام البطالة بأنك تشتغل كمتدرب، وبعد سنة بتاخذ شهادة. أنا اشتغلت عند طلال أبو غزالة، أو أصبحت لديك خبرة تراكمية تستطيع أن تنتقل أحسن من أنك قاعد عم تندب حظك. نعم نعم. وأيضا في الشيء الوحيد اللي ما بيقدر ياخده منك أحد
هو ما تكتسبه من خبرة ومعرفة. الحديث معك شيق أمانة ولا ينتهي، والكم المعرفي اللي أعطيتنا إياه لا ينتهي. بدي أشكرك مرة أخرى سيدي الكريم دكتورنا الفاضل. سادة المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية، لأننا نهتم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية الإسلامية القطرية للتأمين.